السلام عليكم خوتي خواتاتي محب الطبيعة الحال، هذا رشيد تحييكم. تنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعودوا إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية لكم والأهل ديالكم والحباب ديالكم. سمحوا لي إلا تعطلت عليكم، عارف تعطلنا شوية ولكن كيف تعرفوا جات مع العيد وداك الشيء، يعني سم واحد سمحوا لنا. كيف كنعرفوا جميع كنا بدينا السلسلة ديال بغيت نتريبي ودوزنا فيها جوج الحلقات. الحلقه الاولى كانت هي المعلومات اللي خص كل واحد يعرف اللي باغي يزاول هذه الهوايه هذه، وفي الحلقه الثانيه كنا تكلمنا على الماتيريال اللي غادي خصنا الكونفيك، وكنا نصحنا الناس في الحلقه الثانيه لاي واحد بغى يالله يبدا يمارس هذه الهوايه هذه، نصحنا انه يمشي للكونفيك. علاش؟ لان كيف قلنا ترونسبور كاين لي فيها سيكوريزي بالنسبه ليه، يبدا به هو الاول باش يحيد ديك الفوبيا ديال انه ينعس برا ينعس في خيمه، يجرب الماتيريال وباش يتاقلم شويه مع الاجواء. فهاد الحلقه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا كيف قلنا الماتيريال اللي غادي خصنا باش اننا نمارسو تريكين. شنو هو التريكين؟ هو انني غنمارس هوايه ديال المشي للمسافات الطويله على الاقدام، البلايص اللي ما تيوصلش ليهم الترونسبور واللي تتمتد على واحد عدد ديال الايام 3 4 5 على كل شخص على حساب التراشي اللي هو داير. يعني نقدروا نعبروا فيها مثلا الانهار، السهول، البحيرات، الجبال، هذا يعني تيتسمى التريكين. وهنايا في التريكين تيخصنا واحد الماتريال اللي خصنا نزيدو على الماتريال اللي ضروري في الاول كنا استعملناه واللي تنستعملوه في الكامبين، او اللي هو الماتريال الاساسي في جميع الهوايات ديال الاوتدور، اللي بحال نقولوا لا باز ديال الماتريال اللي هو كيف قلنا ساك باكتاج، ساك كوشاج، طابي، كامبين كاز، والماتريال ديال الماكله ديالنا. زائد هذا الماتريال هذا ضروري غادي خصنا واحد الماتريال اخر باش اننا نخرجوا في واحد الخرجه ديال التريكين. من بين هذا الماتريال هادو اللي نتكلموا عليه هو المهم ومهم بزاف، وهو الحذاء ديال المشي. حذاء المشي عندهم خاصيات متعدده، وبالنسبه للمشي للمسافه الطويله او لا على حساب البلاصه اللي غادي نمشي لها انا ولا على حساب لو تراجي. مثلا كنت غادي لواحد الجبل او نعطيو مثال مثلا بجبل موسى، يعني فيه تضاريس شويه صعبه، واخا لاتيتي ديالو ما عالياش بزاف ولكن المسار ديالو شويه خايب. علاش؟ لان فيه الحجار داكشي، اذا ضروري خصنا واحد الحذاء اللي يكون عالي الكعب. علاش؟ لان تيكون هنايا القدم ديالنا مثلا نتقصحوش فيه، زائد كيكون عالي من هنايا تيجمع لينا الشوفيه ديالنا باش الله يحفظ ما يوقعش لينا شي التواءات او لا شي حاجه اللي تقدر تخلي الانسان انه يتصاب بالاذى. الاحذيه تختلف الاثمنه ديالهم، كيف قلنا دائما الماتيريال راه تيختلف الثمن ديالو من القليل حتى الكثير، على حساب لا مارك، على حساب الخاصيه، على حساب الوزن حتى هو تيلعب دور، على حساب السيكوريتي اللي كاين هنايا قدام. مثلا هاد الصباط عندي تقريبا فيه واحد 800 غرام ولا 900، يعني شويه ثقيل. كاينين الاحذيه دابا اللي جداد الجينيراسيون الجديده تلقاه خفيف والسميله ديالو مزيانه، وهنايا كاين بروتيكسيون على حساب الصبع ديالنا. حنا كنا كنعرفو ملي تكون انت تمشي الله يحفظ الا مشات تضرب لك الصبع ديالك مع شي حجره ولا هادي، فراه كيكون الالم بزاف. اذا ضروري ما خصنا ناخذ واحد الحذاء اللي يكون عالي من هنايا وتجمع لينا على رجلينا. وديما في الاحذيه ديال المشي ناخذ ديما النمره زايده. علاش؟ باش ما يوقعش ليا الالم اولا لا بريسيون على الصبع ديالي. مثلا كنت نكونوا في الهبطه الصبع ديالي من هما اللي تيقيسوا الامام، اما مازال في الطلعه تيكون على القدم ديالنا اللو. اللي الا كان عندنا مثلا في لو تراجي ديالنا الطريق مقاده مزيان ولكن تنبقاو في كوطي ديال التريكين، يعني المسافات الطويله مع المده الطويله، هنا ننصحك خويا ضروري الا كنت غادي عندك واحد المسار ديالك فيه مثلا واحد الارض مبسطة ولا مقادة ما فيهاش الحجر الكبير اللي غادي يقدر يلوي لك رجلك ولا هادي، فضروري اولا عندك معاها فداك لو تراجي كاين الطريق مقادة والطريق فيها الجبل، فهنايا ضروري خصك دير معاك
الحذاء اللي يقدر يكون هابط شويه، علاش؟ حيت يكون شويه خفيف، اولا كيف نقولوا سبرديله ديال السبور اللي تكون لا سيمون ديالها صحيحه مزيان باش ما يدخلش فيها الحجر ولا هذه، و او ميم طون تكون شويه خفيفه، علاش؟ باش انها تخلي لك واحد الاريحيه في المشي لمسافات طويله، على عكس السبار في المسافه الطويله اللي مقاده غادي يعييك، علاش؟ لانه تخيل بزاف شويه على حساب هذا. يعني ضروري خصك تعرف المسار ديالك، داكشي اللي جبنا في الحلقه الاولى، ضروري خصني ندرس المسار ديالي ولا الطريق ديالي اللي غادي نمشي فيها باش نعرف شنو نوع الاحذيه اللي غادي نحتاج. والجينيراسيون الجديده راه فيها الاحذيه اللي طوال وخفاف، يعني تيستعملوا لكلتا الحالتين. الاداه الثانيه اللي ضروري ما تحتاجوها في الخرجات ديالنا ديال التريكي اللي هما عصي المشي، اللي كنا ديجا حطيت عليهم واحد البوست في الجروب وحتى في البروفيل عندي، ولكن ما فيها باس حتى هي نهضر عليها. علاش؟ لانها تدخل من الاساسيات ديال الماتريال ديال التريكي. عصي المشي شنو الفائده ديالو؟ ملي تنكونوا في واحد المسافه طويله تيكون الساك ديالنا تقل كامل على الكتاف وعلى الظهر والخصر ديالنا، ف تنستعنوا بالعصي ديال المشي. علاش؟ باش تنعاونوا الثقل ما يبقاش ديما على الظهر والخصر، تيهزو حتى الكتاف ديالنا واليدين ديالنا، وهكا تتعاوننا حتى في المشي. ملي تنبغيو مثلا نوقف نريسبيري وناخذ شويه ديال النفس، تنستعملوهم باش تنوكي عليهم. وكذلك كيف قلنا تيستعملوا حتى في الحالات الحرجه، مثلا تنجمعوا جوج او لا جوج ديال جوج ديال الصديق ديالي ولا هذه مع الهاماك او لا مع شي ساكت كوشر، ان الله قدر الله شي واحد من الاصدقاء ديالنا وقعت له شي حادثه ولا هادي، تنقدروا نهزوهم، يعني ضروري. بالنسبه للعصي ديال المشي فيهم نوعان، فيهم النوع اللي بحال هذا تيتجمع وتيتطلق، وهذا النوع عنده المميزات ديالو والسلبيات ديالو. المميزات كيف شفتوا، المميزات انه تيتجمع ونقدر نديرو بالجنب الصاد ديالي، ما غاديش يشد ليا المسافه اولا ما غاديش يشد ليا المساحه كبيره. ها هو الصاد ديالي، شوفوا كندخلو هنايا ملي تنستعملو تنهزو. ولكن كاين واحد الاشكال ديال انه في هذا السيستم، هذا اللي شفتو هنايا سيستم روسور، او واحد لابلاستيك الداخل اللي هي هادي. هذا الا كنت في واحد المسار الله يحفظ قدر الله انني بغيت نطيح وكيت على بجد ولا هادي، فهادي سيريتان فيسيكرو هنايا، كل ما تتدور وهاد لابلاستيك هادي تتحل باش كتزير مع هذا. يعني واخا عندها واحد 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 لافورس اللي تتحملها، يعني الا كنت انا غنطيح وكيت على راه يقدر الله يحفظ يهبط كامل ونطيح او يتهرس من هنايا. وهذا كان ديجا وقع لي فيه انا واحد المشكل، لذلك ما حاولتش انني نبدلو ماشي نبدلو، ولكن خديت اون باراليل معاه العصي المشي اللي غنشوفو دابا، تيب تاني اللي كامل ما تيتجمعش، ماشي ديمونطاب، يعني ما تيتجمعش ينقع كامل. وهذا تنشريو على حساب الطول ديالنا، يعني علاش؟ حيت فيه الطول متر و10 متر و20 متر و25 متر و30 على حساب الطول ديالك. هذا خفيف على هذا، تيكون فيه 50% ديال الفيبر ديال الكربون، او ماشي 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 يخليكش انك يوقع لك بحال كما قلنا في هادو اللي تيتجمعوا، يعني لا قدر الله وكيت عليه شي حاجه ما غاديش يدخل في بعضياتو بسبب هذاك لو فيسيكو. يعني هادو حتى هما مزيانين، غير هادو السلبيات ديالهم هما انهم تيبقاو طوال، وهنا ما يمكنش ليا انني نخشيهم في الساك غادي نبقاو عاليين بزاف. لهذا على حساب انت وفاش غادي تقدر ترتاح، ولكن اللي ننصح بهم هما هادو مزيانين. هنا غادي نجيو الجاكيت، الجاكيت امبيرميابل ضروري منها تكون معنا، علاش؟ حيت ملي تنكونو في المناطق الجبليه التغير المناخي تيكون في ظرف وجيز، وتقدر تغير الاجواء وتبدا الشتاء او تبدا الضبابه، فضروري خصني ندي معايا الجاكيت ديالي تكون امبيرميابل مزيانه. تا بالنسبه للجاكيت كاينين بزاف ديال الانواع، الكورتكس الامبيرميابل بوحدها بلا كورتكس، يعني غير تحميني من الشتاء، الكورتكس تحميني من الشتاء، تخلي افابور السخونيه ديالك تخرج على برا. ولكن اللي ننصحك به هو ضروري خصك تكون عندك جاكيت امبيرميابل، علاش؟ باش البلاصه اللي كنتي غادي لها مثلا تحرك فيها الريح ولا هادي ما يبردش لوكور ديالك، او ما تخش لك الشتاء مثلا الا كانت الشتاء. السيكان تا هما
فيهم على حساب الجينيراسيون الجديده دابا تيكونوا امبرميابل، يعني الساك واخا تصب عليه الشاويه هذه ما غاديش تدخل ليه الماء، ولكن مثلا الساك ديالي هذا عنده امبرميابل ديالو هنايا ندير هنا في هذه نغلف الساك ديالي باش هكا تحميه من الماء هكا الساك ديالي محمي من الماء. وغتبقى لنا اخر اداه واللي كنت حطيتها واحد البوست وديجا شحال من واحد تينساها وهي البانطوفا. البانطوفا ولا الصنداله مهمه مهمه بزاف تكون معك، الوزن ديالها ماشي بزاف ولكن الايجابيات ديالها بزاف كبار 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 كبار. علاش؟ لانني انا مثلا غادي واحد المسافه ديال 8 السوايع وانا تنتمشى او 10 السوايع، فملي تنبغي نوصل للبلاصه فين غادي نحط لاطون ديالي ولا هادي مايمكنش ينقى الدور بالصبار تخيل، ورجليه كانت مخنوقه ورجليه مديره ضروري خصني كي نوصل نحيد الصباط ديالي ونلبس الصنداله اولا البانطوفه ديالي ونخلي الرجل ديالي ترتاح. كنت في بلاصه اللي فيها الواد ولا فيها بحيره ولا فيها شلال، نصيحه لك ما تحيد الصباط ديالك وتلاع في الماء ديك الساعه، ضروري تحيد الصباط تحيد تقاشر وتخلي الرجل ديالك تنشف وتهوى مزيان، عاد ديك الساعه تقدر تعوم وخذ الراحه ديالك. علاش؟ لان الله يحفظ لك الزيما بزاف ديال الامراض تيجيو والغد لي غادي تصبح رجلك رطبه، يقدر الله يحفظ يكون فيها شي تقرحات ولا شي حاجه، وهاك ما غاديش تخلي التراجي ديالك يكمل بخير وعلى خير. نتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تخليو الاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس وشي لايك وشي كومونتير. الحلقه اللي من ورا هذه ان شاء الله غادي نشوفوا شنو هو الهايكين اولا الروندون والفرق ديالو ما بين الكامبينغ والتريكين. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.